مساء الخير، اليوم رح نقدم لكم ثلاث نصائح بتخص المستثمرين بالسوق العقاري بالإمارات. العرض كتير والأسعار متباينة، لهيك انت لازم تختار وسيطك العقاري المناسب يلي بيختصر لك الوقت وبيحقق لك النتائج يلي بدك ياها. النصيحة الثانية، بناء على اختيارك الصحيح للوسيط العقاري فانت رح تشتري بمكان أفضل وبالتالي عائد استثماري أعلى. النصيحة الثالثة، لازم تتعاون مع شركة إدارة العقارات والأملاك لتضمن حقوقك، خصوصاً إذا كنت عايش خارج الإمارات. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من النصائح. انتظروني الفيديو الجاي مع نصائح جديدة.